السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الأحد 19 أيار مايو القمر اليوم استقر في برج الميزان ورح يظل موجود في برج الميزان لغاية الساعة عشرة وثلاثة وثلاثين دقيقة من مساء يوم الغد الاثنين واليوم في عنا خلو مسار طويل رح يبدأ من اليوم وينتهي مساء يوم الغد القمر الآن موجود في منزلة الغفر وهي منزلة للكنوز والضفر والمنعة والتفريق والمشاكل والنفي ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 12 و 22 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش من ظهر اليوم الأحد لينتقل القمر بعدها إلى منزلة الزبانية وهي منزلة للفساد والقطع والمشاكل القمر بما أنه اليوم موجود في برج الميزان معناته هاي أفضل فترة عاطفية لتقوية الروابط العاطفية للعلاقة مع الحبيب أو لتحسين العلاقة الزوجية اللي شهدت بعض التوتر في الفترة الماضية منكون نشيطين أكثر اجتماعيين من ميل للاسترخاء والتأمل وبيكون الحب والرومانسية واضحين بين العشاق ولكن ممكن الغيرة يعني تلعب دور في علاقه جديده او في علاقه فيها بعض التوتر خلال هاي الفتره مننجح في اعمالنا الفنيه ويمكننا تنفيذ مشترك او مشروع مشترك او يمكننا ايضا اقامه حفله او اعاده ترتيب او تزيين او ديكور المنزل او المكتب او شراء شيء جميل ومميز بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون الساعة ثلاثة وثمانية واربعين دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش يعني تأثيرها كل اليوم بتجعل بعض الاشخاص يجنحوا للعيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الاخرين وبتعمل مشاكل ما بين الذكور والاناث وطبعا ممكن توصل في بعض الاوقات للعنف فبتكونوا ديروا بالكم بعد هاي الزاويه مباشره بيبدأ عنا خلو المسار السلبي للقمر، خلو المسار رح يبدأ الساعة ثلاثة وثمانية وأربعين دقيقة عصرًا، عصر اليوم الأحد بتوقيت غرينتش، وزي ما ذكرنا هذا خلو مسار طويل، لأنه رح يبدأ من هذا الوقت اللي هو من ساعات العصر ورح يستمر لغاية الساعة عشرة وثلاثة وثلاثين دقيقة من مساء يوم الغد الإثنين، يعني كل هاي الفترة فترة تعتبر فترة لا تصلح. للبدء بعمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار في زاوية بطيئة رح تتشكل ذروتها طبعا في ساعات المساء هي زاوية تسديس إيجابية بين الشمس وبين نبتون هاي الزاوية لها تأثيرات سبع أيام ورح تستمر تأثيراتها سبع أيام قادمة ولكن التاثيرات القادمه بتكون قويه اكثر بتعزز الخيال الخصب في مجالات الفن والابتكار وبتزيد من قوه الحدس لدينا وايضا الاشخاص اللي بيشتغلوا في مجال الفنون او السوشيال ميديا مثلا او التمثيل بهاي الفتره بيبدع وخصوصا القياديين او الاشخاص المؤثرين جدا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم وما لازم نعمل عملية جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية طبعا أن الكلى والحالب المثانة البولية الأوردة الجلد كعضو للمس البنكرياس الأنسولين أسفل الظهر وزائد الدودية طبعا اللي بشعر بأي أعراض جانبية أو أي أعراض مرضية أو تعب أو وهن أو بشك بشيء غير طبيعي في هاي الأعضاء يفضل أنه يراجع الطبيب طبعا هاي الأعضاء ما بننصح إجراء عمليات جراحية إلها إلا إذا كانت زي ما حكينا اضطرارية باقي أعضاء الجسم ما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية لها مناسب هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر لأنه برضو الجلد كعضو للمس هو الأكثر حساسية فمنحذر من الالتهابات أو الحروق وبرضو يصلح هذا اليوم لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ ولكن الصبغ مش كثير بنصح فيه الحنة ممكن أفضل ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الميزان ذكرنا أنه في قلو المسار رح يبدأ الساعة 3.48 دقيقة من عصر اليوم الأحد بتوقيت غرينتش بيبدأ وبيستمر لغاية الساعة 10 و دقيقة من مساء يوم الغد الاثنين بتوقيت غرينتش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدب الآن عمره 11 يوم في تمام الساعة 12 و دقيقة من ظهر هذا اليوم بصير بنبدا باليوم ال12 نسبه الاضاءه 87% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم عشرين خمسة سعيد بنسبة 70% في القمر في الميزان حتى يوم عشرين خمسة سعيد الآن بنسبة 40% في ولكن في ساعات الصباح منتحس بنسبة عشرة في وبيكمل طيلة اليوم على نفس نسبة الانتحاسة عطارد في الثور حتى يوم 3/6 سعيد بنسبة 15% الزهرة في الثور حتى يوم 23/5 سعيد بنسبة 30% المريخ في الحمل حتى يوم 9/6 سعيد بنسبة 15% المشتري في الثور حتى يوم 25/5 منتحس بنسبة 10% وزحل في الحوت حتى يوم 29/6 سعيد بنسبة 30% اورانوس في الثور حتى يوم واحد تسعة سعيد بنسبة ثلاثين في المية ونبتون في الحوت حتى يوم اثنين سبعة سعيد بنسبة عشر في المية وبلوتو في الدلو بيتراجع حتى يوم اثنين تسعة بعدها بده يرجع للجدي ورح يكمل تراجعه منتحس بنسبة عشرة في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لمواليد برج الحمل طبعا القمر موجود مقابلكم في بيت الشراكة أو في البيت السابع اليوم بترغبوا في تعزيز شراكاتكم وتعزيز العلاقة معهم جيد هذا اليوم للمصالحة أو لعمل مشترك أو حتى للاتفاق على أمر ما ما بين شركاء المال أو العاطفة أو الأزواج أهم شيء انكم من الخلافات ما تضخم الأمور شوي بتكونوا حساسين ومتوترين بسبب قلق من مسألة ما عشان هيك بتحاذروا من إثارة العدائية والبلبلة مزاجكم متقلب عصبيين وهذا الشيء شوي ممكن يخلي الأشخاص يبعدوا عنكم بالفترة هاي. برج الثور بالنسبة لمواليد برج الثور طبعاً العمل هو سيد الموقف خلال هذا اليوم، أكثر شيء بيشغلك هو العمل والصحة بكل المجالات. عشان هيك اليوم بدك تحذر لأنه رح يبدأ العمل بالتراكم لديكم، حاول أنك تبرمج أمورك بشكل جيد وتعالج ملفاتك وتنجز الأعمال الضرورية والمهمة وما تلتهي بالأمور الثانوية. كن منظم أحسن إدارة عملك حذر من الجدال مع المعاونين أو مع الزملاء وما تهمل صحتك أهم شيء ولا تأجل ولا تماطل أعمالك حتى لو اضطررت للعمل لساعات إضافية وقوم بمهامك وإذا شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك برج الجوزاء بالنسبة لمواليد برج الجوزاء طبعا اليوم من الأيام المميزة بالنسبة لإلكم تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم والتفاهم معهم القمر راح يعطي جو من الإيجابية ولكن احذر من فرض السلطة أو السيطرة على الأحبة عشان ما يصير في سوء تفاهم أو خصام ما بينك وبين الحبيب بتشعروا بالأمان والارتياح تغمرك العواطف الجياشة إذا التزمت بالكلام بإمكانك أنك تمارس شيء تجميلي أو هواية أو شيء ترفيهي واليوم أنت جريء وباستطاعتك التعبير بطلاقة عن مشاعرك وعواطفك برج السرطان بالنسبة لمواليد برج السرطان طبعا اليوم تركيز كله رح يكون على المسائل البيتية والعائلية فبتفضلوا التركيز حول مصالحكم ممكن يكون في عندكم شيء له علاقه بالعقار او بيت او تصليحات ترتيبات او مسؤوليات او التزامات عائليه او حتى ممكن عطل وبتحاول انك ترمم بعض الامور حاول انك تكون عنصر ايجابي ما تتسبب بالنفور للاشخاص اللي حواليك اتفهم الاخرين وابقى هادئ احمي استقرارك الصحي من التراجع ممكن تشتكي من تأخير في المعاملات أو الالتزامات برضو برج الأسد بالنسبة لمواليد برج الأسد طبعا اليوم من الطاقة العالية جدا اللي موجودة عندك فما راح تهدأ وتيرتك تنقلات اتصالات حوارات فمنكم أشخاص رح ينشطوا بسفر أو اتصال أو حوار أو إقناع أو ترويج لسلعة أو تسويق فهاي فترات مميزة ومؤرضوا علاقتكم مع الإخوة والجيران برضو بتكون جيدة ولكن بدك تتكلم بهدوء وتكون واضح تفادي لأي التباس محتمل هاي الفترة تعدك بنجاح إما بامتحان أو بمفاوضات أو حتى بأمور لها علاقة بالسيارات والاتصالات أيضا برج العذراء بالنسبة لمواليد برج العذراء طبعا التركيز على الأمور المالية اليوم ممكن يكون في بعض المكاسب أو الدعم المالي أغلب المكاسب عادة بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو دعم بهاي الفترة ولكن برضو بيكون في نوع من أنواع المصاريف فبدك تنتبه من مصاريفك بتعيدوا اليوم ضبط ميزانيتكم ممكن يحتاج أحد أحبائكم لدعم مالي أو معنوي حاول أنك تنتبه لأنه في زاوية مع المريخ فمعناته بنقول أنه بالفترة هاي الأموال بيكون صعب أنك تستردها وما تكفل حد نظم أقساطك وديونك وما تستخف بالفواتير الصغيرة وحاذر من المصاريف الاستشفائية أيضاً برج الميزان بالنسبة لمواليد برج الميزان طبعا آه اليوم في آه طاقة عالية جدا آه في تغيير للافضل على صحتكم معنويتكم بتجد حلول لبعض المشاكل وبتكون مقدام وممكن اليوم يجيك خبر كنت بتنتظره او تحل مسألة كانت عالقة أو تنطلق في شيء جديد حاول إنك تصحح بعض الأخطاء اللي كانت بالفترة الماضية بتتغير نظرتك للحياة وبتحضر لتغيير النمط والأسلوب بتبدو متفائل وسعيد أيضا على المستوى العاطفي الأجواء جيدة جدا وأيضا بتعدك هاي الفترة إما بعمل جديد أو فترة جديدة أو شيء كان منتظر برج العقرب بالنسبة لمواليد برج العقرب طبعا القمر موجود في بيت المتاعب لغاية مساء يوم الغد يعني من ابتداء من يوم الثلاثاء بتشعروا بالتحسن ولكن خلال اليوم وبكرة بدكم تنتبهوا بشكل كبير بدكم تنتبهوا على صحتكم ممكن تجد نفسك في موقف صعب أو ضغط عمل أو حتى أمور بعكس ما بتتوقع فعشان هيك حاول انك ما تتخذ قرارات حاسمة بهاي الفترة ما تكون عدائي ما تكون عصبي حاذر الكلام السيء وحاذر من التراجع الصحي هاي فترة عادة أي شخص بوعدك بشيء فيها ما رح يوفي فيه أو بكون صعب أنه يوفي فيه بكون مجرد كلام عشان هيك حاول أنك تركز بشكل روتيني على بعض مسالك انجز الأعمال بشكل روتيني وما تبدأ بشيء جديد برج القوس بالنسبة لمواليد برج القوس، طبعاً اليوم تلتقوا الأصدقاء بشكل كامل، اليوم نشاطك اجتماعي ما بين معارف وعلاقات واتصالات وتلقي اتصالات أو أخبار أو الاهتمام بصحة بعض الأصدقاء أو المعارف أو زيارات اجتماعية، وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد من لقاء بعض الأصدقاء. ممكن تتلقى عرض أو تجد نفسك في موقع مهم حاول أنك تكون عند حسن الظن وتجنب الانفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحاذر من الحوادث برج الجدي بالنسبة لمواليد برج الجدي طبعا اليوم التركيز كله على برضو الأمور الاجتماعية وعلاقاتكم بالمسؤولين والعمل والدفاع عن السمعة او فرض نفسك على الغير اليوم بتنجحوا بالمحافظه على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعيه وبتفرحوا لانفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح بشكل كبير وبتشتد عزيمتكم وبتقوموا بخطوه جديده او خطوه مباركه لالكم ممكن تتلقى اشاره ايجابيه او ترفيع او تكريم او مديح على انجاز بعض المهام ولكن في أشخاص ممكن اليوم تكون خيبة أمل بالنسبة لهم بكونوا ارتكبوا أخطاء بالفترة الماضية اليوم بتحاسبوا عليها هاي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد العواصف ولكن بدون مغامرات ولا مجازفات ولا تشويه سمعة برج الدلو بالنسبه لمواليد برج الدلو طبعا اليوم بتركز على الاتصالات البعيده والاجانب واشخاص خارج البلاد او امتحانات جامعيه او قضايا قضائيه او حتى حب وغراميات هاي الاجواء اللي راح تسيطر اليوم على جميع مواليد برج الدلو على حسب شو هم وشو طبيعه حياتهم بتنشغلوا بالسفر والاتصالات البعيده والامور الفلسفيه والنقاش والامتحانات الجامعيه اطلبوا راي الشريك قبل التمسك بقراركم ممكن تنشغل برضو بمساله ماليه ولكن احذر من الهموم الصحيه والعائليه باستطاعتك بحث موضوع قرض او تمويل اهم شيء انك ما تهمل التفاصيل الدقيقه برج الحوت بالنسبة لمواليد برج الحوت طبعا التركيز رح يكون على الأموال المشتركة الأموال اللي معك شريك فيها البنك ضريبة تأمين زوج زوجة هاي كلها اسمها أموال مشتركة حتى الميراث مثلا ممكن تنهمكوا في عادة تنظيم أموركم المالية أو يكون عندكم فواتير أو دفعات أو مراجعات لدوائر حكومية حاذروا من توجيه كلام جارح أو نابي أو بغير محله لأي كان اليوم ممكن تواجه خصم شرس أو تشتد المنافسة ما بينكم، وبرضه لا تخالف القوانين عشان ما تكون أنت المدان. ممكن ينفتح موضوع قديم أو يكون في شيء قديم يرجع يظهر على الساحة مرة أخرى، ممكن شخص أو علاقة أو شيء من هذا القبيل. برضو لا تنسى الزاوية اللي مع المريخ اللي بتدفعك للتهور بالمسائل المالية عشان هيك بالفترة هاي لا تكفل حد ولا تداين حد ولا حتى تغامر بفلوسك هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء